أول نوع من أنواع الشغل هو الإلكتريكال وورك، الشغل الكهربائي. نلاحظ بالشكل إنه أنا إذا عدنا حيز وخلينا بيه مسخن هيتر مقاومته R وسلطنا عليه فرق جهد أو فولتية B، فراح يصير بيه تيار في هذا المسخن قيمة الشغل الكهربائي اللي نزه هذا الهيتر على الحيز داخل السيستم هذا هو ال V الفولتية في التيار، الفولتية في التيار، فيطلع لنا الناتج بالواط، الفولتية بالفولت، تيار بالأمبير، يطلع لنا الناتج بالواط. وتدرون انتو اذا بطريقة اخرى اذا كان عندنا المقاومة معلومة في مربع التيار في المقاومة، او نفس الشيء اذا كان بي سكوير اوفر ار، يعني اذا كان معلوم عندنا الفولتية والتيار نقدر حاصل ضرب الفولتية والتيار، او اذا كان عندنا التيار والمقاومة نقدر نقول مربع التيار في المقاومة، واذا كان عندنا الفولتية والمقاومة نقول مربع الفولتية على المقاومة. هاي كلهن نقدر نحسب منهن الشغل الكهربائي. نقدر طريقة ثانية نحسب أيضا الشغل الكهربائي عن طريق أنه شقد يمر وقت يمر به هذا التيار الكهربائي، الفترة الزمنية لمرور التيار الكهربائي، فنقدر نقول أنه الشغل هو عبارة عن تكامل من 1 إلى 2 الفولتية في التيار في الـ DT. وعندما ناخذ الفترة الزمنية فراح يكون الشغل عبارة عن التيار في الفولتية في DT هي الفترة الزمنية، يطلع لنا الناتج بالواط أو بالكيلو واط إذا كان التيار أمبير، فولتية فولت، دلتا تي سكند يطلع لنا بالواط، أو نقدر نطلع بالكيلو واط. ودائما نخلي ببالنا أنه الشغل الميكانيكي دائما هو شغل إشارته سالبة إذا كان مسلط، يعني احنا نعطي الكهرباء، احنا نعطي القدرة لهذا الشغل، مثل المروحة احنا نعطيها قدرة، احنا نعطيها تيار، احنا نسلط عليها فولتية حتى تعمل، اذا احنا جايين ننجز شغل. كذلك الكمبرسر، الهيتر، هذا الشغل كله يكون سالب، اشارته نيجاتيف سالب. الشغل الآخر أو النوع الآخر من الشغل هو الشغل الميكانيكي، ميكانيكال فورم أو فورك. إحنا خضنا في السابق في مادة الفيزياء إنه عندما نسلط قوة على جسم ونقدر نحرك هذا الجسم بمسافة مقدارها S باتجاه القوة، فإحنا نكون قد أنجزنا شغل على الجسم. أعيدها، عندما تسلط قوة على جسم ويتحرك هذا الجسم لمسافة، شرط أن تكون هذه المسافة باتجاه القوة، نكون قد أنجزنا على الجسم شنو؟ شغل. وعندما تكون القوة F ثابتة المقدار نستطيع أن نوجد الشغل الميكانيكي work mechanical equal F في الأس القوة في المسافة اللي يتحركها الجسم باتجاه
القوة، راح يطلع الناتج بالجول أو بالكيلو جول. إذا كانت عندنا القوة غير ثابتة، هناك نقدر دائما شو نسوي؟ قلنا نسوي تكامل قوة في دلتا دي اس، وبالتالي نقدر نستطيع نويز هذه الشغل الميكانيكي. خلنا ناخذ لنا في المثال على الشغل الكهربائي example 1، اوجد find the electrical work done by the heating of voltage منطقة الفولتية 240 فولت and the current منطقة 5 امبير يعمل for 15 minute. اذا هنا عندنا شغل كهربائي بواسطة هيتر، هذا الهيتر منطيق فولتية ومنطيق تيار ومنطيق ننتبه انه الزمن بالمنت، قلنا دائما يجب ان يكون الزمن بالسكند، لذلك هذا يكون يتحول للسكند. إذا لما نجي نطبق القانون مالتنا نطبقه بصورة مباشرة، اولا نكون نحول 15 منت للسكند نضربها في 60 حتى يطلع بالسكند 900 سكند، ثم نرجع نطبق القانون الورك الكتريكال صب اي سوينا في اي دي تي، الفي 240 فولت 5 امبير 900 سكند يطلع بالجول، اذا اردنا نحوله للكيلو جول نقسمه على الالف. سنة واحد يجي يقول لي شو هنا أنا مو اشارة سالبة، انت قلت لنا اشارة سالبة، انا اقول هذا الشغل نطلع مرد نريد نطبقه بالقانون الاول للثرموديناميك، نخلي قبله اشارة سالبة. صار واضح انه هنا يطلع اشارته موجبة، اوكي ماكو مشكلة، ونخلي الاشارة السالبة ونرد لهذا الرقم، روح نطبقه بقانون الاول للثرموديناميك، بنخلي بدال الدبليو هذا المقدار وعندنا شغل كهربائي يجب ان يسبقه باشاره سالبه عند تطبيقه بالقانون الاول للثرمو دايناميك، وان شاء الله راح ناخذ امثله عليها حتى يصير واضح لدى الطالب. النوع الثالث من انواع الشغل هو الشيفت وورك، شغل العمود او الشيفت. واضح من الرسم هذا شباب، خلينا ننتبه للرسم هذا. إذا عدنا قوة مسلطة هنا F قوة مسلطة على هذا البولي ونصف قطر البولي هذا أو البكرة مقدارها R، فهذا راح يولد لنا ما طول عدنا قوة مؤثرة وعدنا نصف قطر، راح يكون هذا راح يفتر هذا البولي راح يولد عزم على هذا الشيفت، راح يدير الشيفت راح يتولد عزم تورك، مقدار التورك هو القوة في نصف القطر، نصف قطر التأثير مالتها، نصف قطر التأثير مالتها راح يولد عزم. إذا نقدر نستخرج القوة هو تساوي لنا التورك على الار. نقدر نقول انه هذه القوة لو تؤثر خلال مسافة مقدارها S، يعني نحولها الى حركة خطية، فنقول 2 باي R في N على الدورات، فراح يكون شغل الشيفت هو عبارة عن القوة في المسافة، والقوة كنا شن هي هنا عوضناها تي على الار، عوضنا عنها تي على الار، الاس المسافه الديستانس ايش قلنا هي ايش تساوي لنا 2 باي ار ان، فعوضنا عنها 2 باي ار ان، فراح يطلع لنا ورك شيفت 2 باي ان الار، وين الار تروح 2 باي ان في التي، هاي شنو وحداته بالكيلو جول. اذا اردنا ندخل معدل الزمني
حتى يطلع لنا بالكيلووات، فراح نقول شفنا، راح ننتبه نقول اكو دبليو دوت سب اس اتش، دبليو دوت قلنا كل ما نشوف دوت معناها يصير وحداتنا بيمن بالكيلووات، فراح يصير 2 باي ان دوت تي. ان دوت شنو؟ هي عدد دورات الشفت هذا بير سكند، لكل ثانية، عدد دورات الشفت لكل ثانية لكل سكند، لذلك نقول يرمزون له بريفوليوشن بير سكند RPS، RPS ريفوليوشن بير سكند. هذا راح نشوف الحين في المثال علي هذا، ونشوف شلون تحويل الوحدات هنا شباب. Example 2 determine the power transmitted through the shaft of car when torque of light is 200 نيوتن متر. منطيك التورك. The shaft rotates at a rate بمعدل، الشفت راح يدور معدل 4000 RPM. RPM شنو هاي؟ revolution per minute. احنا نقول نكون نخليها per second حتى يطلع بالكيلوات. هاي الوحدات ضروري تنتبهوا لها شباب، دائما ينطول الدورات بالدقيقة RPM revolution per minute، احنا نحتاجها per second، فكن ننتبه بتحويلها، كون هاي نحولها لل سكند، كون نقسم على 60 هاي 4000 حتى نحول من المينت للسكند، ف 4000 تقسيم 60 حتى يتحول لنا ار بي اس. هاي المهمه تحويل بالوحدات. بعد ما عرفنا هاي راد شغل الشيفت، نقول له بس تطبيق قانون مباشر 2 باي ان نوت في التي. 2 باي موجوده عندنا، الان منطينا اياها بالسؤال ان دوت اللي هي ار بي اس ضروري، والتورك تنتبهون منطينا اياها بنيوتن بير مينت، واحنا نحتاجها بالكيلووات، فكون نحولها للكيلو نيوتن، فنقسم على الف فيصير 0.2، فيطلع لنا الجواب بالكيلو وات. اذا دائما شباب تنتبهون بحل الاسئله بتحويل الوحدات، يجب الوحدات ان تكون متجانسه، يجب عليكم أن تضعون الوحدات بشكل متجانس. النوع الرابع من أنواع الشغل هو Moving Boundary Work. هذا النوع مهم من أنواع الشغل، دائما يكون موجود بالسلندر والبستم. عندما يتحرك السلندر، البستم يتحرك بالسلندر هذا، مثلا عندنا هنا غاز، هاي سلندر عندنا، وعندنا بستم، وعندنا قوة تسحب البستم للأعلى، هنا كان وضعه المسافة اللي تحركها دي اس، مساحة البستم اي اللي هي مساحة دائرية البستم، الغاز اللي يولي الضغط على البستم على سطح البستم مقداره بي. اذا هنا من هذا يصير عندنا تحرك للبستم، اذا ده ينجز شغل على السيستم هذا، هذا كله سيستم. دائما من يكون عندنا بستم وسلندر، اثناء تحرك هذا البستم والسلندر راح يكون عندنا شغل، هذا الشغل الباوندري مالته يكون متحرك، لذلك صحوا لهذا ناتج عن الباوندري وورك. شلون نطلع هذا الورك مال الباوندري مال الحدود السيستم؟ هنا عندنا قانون الشغل شو يقول؟ قوة بإزاحة، قوة F إزاحة دي اس. زين، القوة منين جاية عندنا؟ جاية من الضغط P في المساحة أي، الضغط P القوة تساوي الضغط في المساحة، وبالتالي البي الاي في الدي اس هي الدي في، فراح يكون الشغل مال الباوندري
بي دي في. لذلك إذا أردنا نكامل نقول work boundary من الحالة الابتدائية إلى الحالة النهائية بي دي في تكامل. هذا الشغل يطبق فقط للباوندري وورك. هذا الشغل تكامل بي دي في يطبق على زين. احنا نقول يابا ليش جاي يتحرك هذا البستم؟ دائما نخلي ببالنا بديهية معينة انه هنا احنا هذا البستم يتحرك راح يشوف الحجم مختلف من الحجم الاول للحجم الثاني بعد التحرك حتى يحافظنا على الضغط ثابت داخل الاسطوانة، حتى يكون ضغط الغاز ثابت تقريبا داخل بس شنو المتغير عندنا بالحجم. وهذا المهم جدا هذا الشغل مال باوندري. لذلك من هالرسم هذا لو عدنا هذا بستم والاسطوانة هذا راح يتحرك من الحجم V1 إلى V2، ناخذ شريحة هنا V دلتا V، والدلتا أي هي البي دي في. دلتا أي هي البي دي في يتحرك من نقطة واحد إلى نقطة اثنين. هنا نطبق التكامل من واحد إلى اثنين بي دي في يطلع عنا الورك مالت هذا النظام المغلق. هذا النظام المغلق اللي هو أسطوانة والمكبس. من يقولون أسطوانة والمكبس معنى رأس جبالنا أنه مع طول ماكو كتلة تدخل وماكو كتلة تخرج راح يكون هذا كلوز سيستم، ما عندنا كتلة تطلع خارج النظام. إذا هذا النظام ما عندنا كتلة تخرج وما عندنا كتلة تدخل للنظام إذا هذا كلوز سيستم. النوع الآخر والأخير من أنواع الورك اللي راح داخل عندنا في هذه المحاضرة هو السبرينج وورك. شغل السبرينج، شغل السبرينج كما تلاحظون في هذا الرسم، فتلاحظون من هذا الشكل انه لو سلطنا قوة على السبرينج وسحبناه للأسفل راح يتحرك السبرينج مسافة دي اكس. هاي المسافة دي اكس معناه انه احنا هنا انجزنا شغل على السبرينج. قيمة الشغل هو الاف قوة في الإزاعة في الدي اكس. القوة شنو قيمتها؟ كي في الدي اكس، الكي هو ستيفنس اوف سبرينج، او في بعض الاحيان يصرحوا له سبرينج كونستانت، ثابت السبرينج اللي وحداته كيلو نيوتن لكل متر الكي. هنا ما طول عندنا للسبرينج قيمة دي اكس غير ثابتة راح نسوي هنا شنو؟ راح نسوي تكامل بين الحالة الأولى والحالة الثانية المن للكي اكس دي اكس، وبالتالي تطلع لنا النتيجة انه نصف كي ثابت السبرينج كي تربيع النهائية ماينس اكس التربيع النهائية ماينس اكس تربيع الأولى اللي كانت حالة الابتدائية الفاينال ماينس انيشيال، يطلع لنا شغل السبرينج. يطلع لنا شغل السبرينج، ودائما قلنا اذا ماكو دوت راح تكون وحداتها بالكيلو جول.